السلام عليكم، الله يعطيكم العافية جميعا. اليوم بدنا نحكي لكم كيف انه احنا بنرتب الشغل على نظام معين بحيث انه ما يكون في خربطة ويكون الشغل سليم 100%. خلينا نتعرف كيف احنا بننظم الشغل بحذافيرها، وكل واحد له طريقته، لكن هاي الطريقة واقتبسوا منها. طبعاً هيك فتنا داخل العمل وخلينا نفرجيكم كيف بنبلش فيه أول بأول. طبعاً من أهم النقاط اللي لازم إحنا بس نفوت نبلش الورشة فيها اللي هي الرسومات اللي إحنا بنطبقها عمل، يعني زي هيك هاي الرسمة بأبعادها. طبعاً هاي رسمة 2D، يعني رسمة أوتوكاد. طبعا احنا مش واصلين لل 3 دي ماكس والسيفل، ولكن هاي رسمه تقريبيه بحيث انه كيف الابعاد وكيف القياسات نشتغل عليها. مثل ما هو نطبق هنا السقف، طبعا هو بعده مش خالص تمام، ولكن يعني هاي اصوله. نفس الاشي الرسمه هنا في الممر محطوط ابعادها وقياساتها وعلى السقف، بحيث انه يكون شغلك ضمن اسس. يعني زي هيك مثلا هاي الرسمه حطيت هون شو الفتحات اللي فيها وشو الثريا وين موقعها، حتى السبوتات محطوط وين مواقعها. وزي هيك هاي هي الرسمه طبعا مثل ما انتم شايفين. فأهم إشي أهم إشي إنه يكون عندك الرسمة مطابقة للشغل. ومن الشغلات المهمة كمان إنه تكون أنت مرتب مكان شغلك تمام؟ يعني مثلا هاي الجبصين الصغير اللي هو 7 سنتي بمكان، والجبصين اللي هو 9 سنتي بمكان ثاني. كذلك الأمر إنه أنت حاط معداتها كلياتها بمكان كويس. يعني مثلا انا حاط لوح جبسن بورد عشان احمي البلاط من انه المعدات هاي تاذي الشغل. طبعا هاي مكان قاعدتي ودخاني، لانه بعض الاحيان الزباين ما بحبوا انه يشوفوك بتدخن بكل مكان، تولع سيجاره وبترمي على الارض، هاي نوع من عدم الاحترام. طبعا هنا اواعي الشغل بكون انا حاطها تمام، وكذلك الامر هنا المخلفات اللي تنتج عني برضه نفس الشيء، إن كانت تحط لوحة تحتيها تمام، بحيث إنها تظلها محافظة على البلاط. هاي المخلفات إحنا حاطينها هون. طبعاً عندنا هون قشاطة ومجهود، طبعاً في مكنسة مش مبينة، طبعاً في مكنسة. المفروض إنه يكون في معك حتى هاي الشغلات البسيطة اللي أنت ما بتنظر لها، إنه لازم تكون معك مثل المكنسة هاي. هاي المكنسة كويس هون كويس. هاي الشغلات البسيطة مهمة جدا انك تنظف شغلك اول باول وما يكون في عندك اي مشاكل. الان طبعا هاي المعدات اللي انا بكون محتاجها هون تمام، هاي المعدات اللي انا بكون محتاجها هون في مكان العمل اللي انا قاعد بطبق فيه تمام، وبكون انا فارغ سجايلي بالطريقة هاي كويس، وشايل اي عائق حيوي عن الارض، يعني مش مخلي على الارض اي مشكله لا سمح الله، براغي، مسامير، معدات ينزل الواحد يدعس عليها ينكسر يصير في اي شيء، لا. طبعا انا قاعد بركب هون جبصين تمام، وبتعرف الجبصين بعشق المي، فعشان هيك انا حاط برميل، والبرميل نفس الشيء رافعه على جبسن بورد. ما بصير انا احط البرميل على الأرض مباشرة، من الممكن أنه ينقل الصدى من البرميل للبلاط نفسه، فعشان هيك الواحد بيضطر أنه يرفع. وهي منطقة طبعا العمل وقص الجبصي. كذلك الأمر أنت لازم تختار المعدات المناسبة للشغل، مثل أنه يكون عندك سيب. هاي السيب تكون
مش خادشه للبلاط، يعني يكون لها زي هيك اللي هم البلاستيك هذول. طبعا هذا بيصير كثير كثير ممتازات وما بيأذي البلاط. طبعا ما بتخلاش انه الواحد لازم يكون عنده كشافات لكل ورشه بيدخل فيها، بحيث انه يكشف وين مواطن العيب. لانه انت وانت تشتغل على ضوء الشمس او على الضوء الطبيعي يعني بدون ضوء عادي، او مثلا ضوء البيت نفسه، بتكون الاناره ساقطه، بينما الكشاف لا بيكشف لك كل شيء. ومن الامور اللي لازم احنا نكون مهتمين لها كمان، انه انا كيف اكون مشمع كل الاباجورات، كبسات الكهرباء مثل هيك. طبعا هاي كبسات الكهرباء انا بلزقها وانا داخلي، ليش؟ لانه هذا الجدار بده يندهن، على عكس انه في رسمات ثانيه انا مش بلزقها داخلي، بلزقها خارجي. ليش؟ لانه انا بدي اشتغل جرسين وبخاف انه المي توصل للداخل. طبعا هاي مكان كبسه، تمام، مثل هيك. والكبسات هاي نفس الاشي، لازم تكون انت مسكر على كل الابواب بالطريقه هاي، ملزقهم مش مخلي فيهم عيوب، بحيث انه لو انضرب لا سمح الله او اجا دهان او اجا غبار جبصين ما يتاثر الباب. انك تشتغل بشكل لطيف وتطلع الشغل كلياته من اوله لاخره لطيف، مثل ما انتم شايفين هون كل شيء مشمع، مش مخليين وراه مشاكل. حتى المطبخ، يعني حتى المطبخ انا عندي تعرف انه هو اصلا سيراميك، بس لا انا بلزق الكبسات بحيث انه لا سمح الله اتوقع انه ما يكون في اي عيبه فيه، بحيث انه الواحد ما لا سمح الله يخرب ويصير زعل بينه وبين الزبون. طبعا هاي حتى هاي مغلفه، شايفين كيف؟ بحيث اذا احتجنا ان نركب نكبس فيها او نشتغل فيها ما يكون فيها عيوب. في الاخير اللي انا بدي احكي لكم اياه، انا انقطعت عنكم تقريبا 9 شهور. بتعرفوا انه الواحد كان في السعوديه ورحنا على شغل وما توفقناش، وتعرضنا لنصب من احد المشايخ اللي بيعمل حاله شيخ، وقال الله وقال الرسول. فيا اخوان احذروا من المظاهر، ديروا بالكم، الواحد لازم يكون واعي على نفسه ويشتغل بذمه وضمير ويتقى الله، عرفت علي؟ وبعدين رب العالمين بنصره. طبعا يا اخوان اللي بدي احكي لكم اياه انه هذا الشغل كلياته انا اللي قاعد بنفذه، يعني ما معي شغيل، ما معي مساعد، حتى ما معي سياره اصلا، لانه انا سيارتي مثل ما حكيت لكم تعرضنا له المشكله اللي صارت معي، ويعني رب العالمين ان شاء الله انه بعوض. فهذا كله التركيب وكل هالترتيب انا مرتبه لحالي، يعني انا مش بحاجه انه يكون معي شغيل حاليا، لانه انا بمر بظروف شويه، ولكن كله قاعد بطبقه لحالي، سواء عندها جبسن بورد، جبسين، بي بي سي، يو في، كله قاعد بركبه لحالي، تمام؟ بينما الله يفرجها. هذا طبعا اخر الفيديو، بتمنى انكم استفدتوا. لو شيء بسيط حبيت اني اعمل هاللفته بحيث انه انتم تنظموا انفسكم بطريقه كثير كويسه، من سواء انه تصحى بدري او تشتغل تنظيم. هذا اللي بقدر اقول لكم اياه. الله يعطيكم الصحه والعافيه، وان شاء الله بنشوفكم على الفيديو الجاي، بس ادعمونا باشتراك. السلام عليكم.